وطبعا لا بد أن نذكر أولا بأن الشيطان عدو لابن آدم. يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلذلك كان من الواجب المحتم ومن الأمر المفروض أن يتعلم المكلف مكايد الشيطان. قال الله عز وجل في كتابه حكاية عن اللعين إبليس: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فكل من أراد الصلاة جاء الشيطان يثبطه، وكل من أراد الصدقة جاء الشيطان يخوفه الفقر، وهكذا. يعني كل عمل من أعمال البر والخير فإن الشيطان يزهد ابن آدم في ذلك، يخذله عن قيام الليل، بل قد يخذله عن شهود صلاة الفجر. يعقد عليه 3 عقد ويقول: نم عليك ليل طويل. فإذا ذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الأخرى، وإذا صلى انحلت العقد الثلاث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كتصلي يوم اللي تخرج وصاتك المرأة باش تشري الديسير، فكرهاتش، وملي غتخرج غادي تدوز للسوق باش تشري كذا كذا، عندك تنسى، وكيبقى يقول لي هو شحال، قالت لي واش نشري كيلو ولا 3 ولا 4، صافي كيمشي. مشى هذاك التدبر ديال القرآن. من أسلم وهاجر وجاهد وعصى أمر الشيطان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الرحمن سبحانه وتعالى يريد منا أن نبتعد عن أسباب الغضب، والشيطان يريد أن يهيج العبد على الغضب ولا يتبعه. إن الغضب ما الذي يتلوه؟ يتلوه الخصام، ويتلوه الضرب، ويتلوه القتل، ويتلوه التطليق. وشوف الشيطان، لأنه لا يريد لبني آدم الخير قط. الذئب لا يهجم على القطيع، وإنما يهجم على القاصية من الغنم البعيدة، يعني هذيك اللي كتخلف، كيمشي القطيع هي كتبقى من هي يمشي على فينفرد بها الذئب. كذلك يفعل بابن آدم إذا خلا ولم يكن له حصن ولا ذكر ولا شيء يتحصن به من كيد الشيطان. يعني ما من مولود إلا ويعلن الشيطان عداوته له وهو خارج من رحم أمه لتوه. من أسلم وهاجر وجاهد وعصى أمر الشيطان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي من علينا بهذه المجالس، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلها مجالس خير وإيمان. نلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع الجزء الأول من محاضرة بعنوان مكايد الشيطان. وطبعا لا بد أن نذكر أولا بأن الشيطان عدو لابن آدم، فعداوته لابن آدم قديمة منذ أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه العداوة باقية في عقبه إلى يوم البعث، فهو يعادي بني آدم إلى يوم البعث، وقد سأل الله عز وجل أن ينظره إلى يوم يبعثون، فكان له ما أراد. وأقسم الخبيث على إغواء الناس أجمعين، فلذلك كان من الواجب المحتم ومن الأمر المفروض أن يتعلم المكلف مكايد الشيطان، وأن يدرك عداوته، وأن يتعلم تفاصيل ذلك، ويعرف المداخل التي يدخل عليه الشيطان منها. يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فأمرنا الله عز وجل أن نتخذ الشيطان عدوا، وأخبرنا بعداوته لنا، ثم قال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السير. هذا أغلى ما يريده الشيطان، هو أن يجعل حزبه من أصحاب السير، من أهل النار. وقال الله عز وجل محذرا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين، أي عداوته ظاهرة وواضحة ولا تخفى إلا على الغافلين.
عداوته واضحة وبينة وجلية ولا تخفى إلا على الغافلين. يقول البغوي رحمه الله تعالى يعني في عند قوله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال أي لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم إليها الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان أي لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم إليها الشيطان، فإنه يوردكم موارد العطب. فإنه يوردكم موارد العطب، يعني خطوات الشيطان هي طرقه التي يتدرج بها مع من أطاعه من عباد الله عز وجل. فإنه يبدأ معهم خطوة خطوة، يتدرج، تدرج مأخوذ من الدرج، حال الدروج، الدروج دابا لابد أن يتدرج الإنسان في صعودها، كيبدا يطلع درجة بدرجة، ما غاديش ينقز يعني الطبقة كلها. كذلك يفعل الشيطان، يتدرج مع العبد في خطواته التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حتى ينال منه ما أراد. فلذلك حذرنا الحق عز وجل من عداوة الشيطان، بل عهد إلينا ألا نعبده وعبادته طاعته. لذلك يقول الله عز وجل كما في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن عهد الله عز وجل إلى بني آدم ألا يعبدوا الشيطان. قد يتساءل بعض الناس ممن يجهل هذه المعاني، أهناك من بني آدم من يعبد الشيطان؟ هو لا يتصور العبادة إلا ركوعا وسجودا ودعاء. عبادة الشيطان طاعته، عبادة الشيطان طاعته، كما أن عبادة الأحبار والرهبان طاعتهم. لذلك لما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى على صدره صليبا وكان نصرانيا وسمعه يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال له متعجبا إنهم لم يتخذوهم أربابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يأمرونهم فيطيعونهم وينهونهم فيطيعونهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم إياهم. إذن هذه العبادة هي أن تطيع من تعبده في أمره وأن تنتهي عما نهاك عنه. فإذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكر فيطيعه أولياؤه فتلك عبادتهم له، والله عز وجل نهى عن ذلك. ألم أعهد إليكم، أخذت عليكم العهد يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن عبادة الشيطان وطاعته وعبادته هذا أمر يعني محرم ومنهي عنه في الكتاب والسنة. ننتقل الآن إلى باب آخر وهو قعود الشيطان بأطرق ابن آدم كلها. الشيطان لا يلتمس ابن آدم في طريق واحد، لا يلتمس ابن آدم في طريق واحد ولا يسعى لإغوائه من باب واحد، فله أطرق كثيرة ووسائل كثيرة ومكايد كثيرة، ويقعد له الصراط المستقيم في كل باب يريد أن يأتيه يقعد بالرصد. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه حكاية عن اللعين إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أقسم وأكد القسم باللام وبالنون التي تفيد التأكيد، يعني يقسم الخبيث بأنه سيقعد لابن آدم صراط الله عز وجل المستقيم. يعني كل طريق مستقيم أراده الله عز وجل وكل عمل صالح أراد العبد أن يأتيه فإن الشيطان يصده عنه ويزهده فيه ويرغبه عنه، وكل باب من أبواب الفساد فإنه يؤزه إليه أزا ويحثه إليه ويزينه في قلبه، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. سنذكر إن شاء الله تعالى حديثا يعني يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني.
هذا الحديث رواه سبرة بن أبي فاكه، هذا صحابي وليس له من الأحاديث إلا هذا الحديث. سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد لابن آدم بأطرقه. الأطرق هذا جمع قلة من الطريق كما قال صاحب القاموس، يعني الطريق تذكر وتؤنث، وجمعها طرق، وأطرقة وأطرقة على وزن أرغفة، رغيف وأرغفة. أما أطرق فهو جمع قلة، يعني الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني كل طريق يريد أن يسلكه ابن آدم من طرق الخير فإن الشيطان يقعد له بالمرصاد، يريد أن يصده عن ذلك. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد في طريق الإسلام. إذن هذا إجمال جاء بعده تفصيل. الإجمال هو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني كل طريق ديال الخير الشيطان يقعد بالمرصاد ليصد المكلف عنه. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ثلاثة أمثلة، ذكر ثلاثة أمثلة. قعد في طريق الإسلام، قعد في طريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. تسلم هذا استفهام بتقدير همزة الاستفهام، يعني أتسلم يعني كيف تسلم، وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. ولعمر الله هذه يعني عادة مستحكمة في بني آدم لا يكادون يتركونها، يعني قضية تقليد الآباء والأجداد واقتفاء آثارهم سواء كانوا محقين أو مبطلين، سواء كانوا على علم أم جهالة، هذا أمر مستحكم في الناس لا يسلم منه إلا من عصمه الله عز وجل. فالمشركون لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني إحنا وجدناهم على واحد الدين وعلى واحد الطريقة، إحنا غنبقوا تابعينهم وغنبقوا يعني تابعين الآثار ديالهم. وكذلك كثير من الناس اليوم لا يستطيعون التخلص من ربقة الآباء والأجداد، يقول لك هذا الشيء راه كبرنا فيه، هذا الشيء راه حلينا فيه عينينا. طيب أولو كان آباؤكم لا يعقلون ولا يفهمون ولا يعلمون أتتبعونهم والحالة هذه؟ يعني الإنسان لابد أن يكون عاقلا وأن يكون منصفا وأن يتعلم شرع الله عز وجل ليسلم من هذه العادة ومن هذه الفرية، فإنها عادة المشركين. إذن الشيطان يأتي ابن آدم إذا أراد أن يسلم، دابا احنا كنهضروا على الكفار الأصليين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم إذا أراد أن يسلم ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان، عرض له الشيطان فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فماذا كان منه؟ قال: فعصاه فأسلم، أي خالف أمره فأسلم واتبع دين الحق. ثم قال: وقعد له بطريق الهجرة. إذن هالناس الآن أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الامتحان الثاني وهو الهجرة والخروج من دار الشرك إلى دار الإسلام والفرار بالدين من الفتن، والهجرة باقية إلى يوم القيامة، الهجرة باقية إلى يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، هذا أمر خاص بمكة، هذا أمر خاص بمكة، أي أن الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت، وانقطع ذلك الثواب الذي رتب عليها بعد فتح مكة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد فاتحا ودخل مكة منتصرا مظفرا، يعني انقطع ثواب الهجرة إلى المدينة. إذن جاء الشيطان وقعد لابن آدم بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك. لأن الأصل في الإنسان أنه يتشبث بأرضه،
ويحن إليها، وإذا خرج منها عنوة أو اضطرارا فإنه دائما يذكرها ويحن إليها ويتوق إلى الرجوع إليها. سلوا من تغرب عن وطنه ومن خرج من بلده، فإنه دائما يتوق إلى ملاعب صباه وإلى يعني أزقة يعني شبابه، فين كان وفين كان كيمشي ومع من كان كيجلس وكيتفكر الأشجار والأنهار والوديان، يعني تلك الطبيعة التي عاش فيها فإنه يفتقدها. فالشيطان يريد أن يأتي ابن آدم من هذه الجهة. طبعا هجرته كانت واجبة، كانت واجبة. إذا فتن الإنسان في دينه، إذا أسلم وفتن في دينه وسوم، يعني يساومه المشركون على أن يرتد إلى دين الشرك وعبادة الأوثان، أو أنه يخرج فيعبد الله عز وجل في المدينة. فكان بعضهم يركن وبعضهم يتربص، يمشي واحد يقول له بلاتي تنشفه، يكون عنده شك في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاره، فيبقى هكذا مذبذبا. فكانت الهجرة واجبة. إذن فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. إن دابا شوف دابا الشيطان كيف يضرب الأمثلة. إنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. الفرس في الطول، الطول هو ذلك الحبل الذي يشد أحد طرفيه بوتد أو نحوه والطرف الآخر بيد الفرس. هذا معروف حتى في البوادي، احنا باقي كنقولوا بأن قضية هذا الفرس ولا هذا الدابة كنديروا لها الطوال، كنديروا لها الطوال، يعني كنديروا واحد الحبل وكنديروا في الوتد ولا في الشجرة ولا كذا وكنطولوه بحيث ترعى تلك الدابة، لكنها مقيدة لا تستطيع أن تذهب لوجهها، ما يمكنش تنطلق غير كتفوت هذاك القياس اللي جعل لها مولاها، كتوصل كتلقى راسها مكتفة وترجع. هكذا حال المهاجر إذا كان مغتربا ولم يكن في بلده، فإنه يكون مقيدا لا يستطيع أن ينطلق انطلاقة من كان في بلده ويعرفه الناس، ويعني يكون له من الحرية والانطلاق ما ليس للمغترب. وهذا أمر مشاهد، يعني الإنسان دابا فاش كيكون في بلاده يتصرف بحرية وينطلق ويغدو ويروح، والناس يعرفونه ويعرفون أباه وأمه وقبيلته، لكن إذا كان مغتربا فإنه دائما يتوجس، دائما كيكون التعامل دياله والتصرف دياله يكون دائما بالقياس، وكيكون دائما يعني على حذر من أن يعني يقع له ما يكره. فشوف الشيطان كيف يعني يأتي ابن آدم من هذه الجهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فهاجر، فعصاه فهاجر، خالف أمره فهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قعد له بطريق الجهاد، قعد له بطريق الجهاد. لما نادى منادي الجهاد في غزوة بدر وفي غيرها، كان المسلمون يتجهزون للقاء عدوهم، فجاء الشيطان فقعد لابن آدم بطريق الجهاد، فقال له: تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، يعني الجهاد فيه الجهد، فيه التعب، فيه المشقة، المشقة ديال النفس، حيث يلقى المجاهد يعني مشقة في الانتقال من بلد إلى بلد، وفي الركوب وفي الكر والفر وفي ضرب السهام والرماح وتوقيها وغير ذلك ومقارعة الأعداء، هذا جهد في النفس. وأيضا في المال، المال يعني فسر بأنه يعني العبيد والدواب التي يركبها يعني المجاهد. أتجاهد؟ وقال له: أتجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل. شوف دابا الشيطان دائما يريد أن يخوف أولياءه، فتقاتل فتقتل. احنا عندنا في الدين بأن من جاهد في سبيل الله فإنه ينال إحدى الحسنيين، ولعلكم إذا نظرتم إلى كل أمر فإنكم لا تجدون فيه إلا
إلا فوزا واحدا، أي حاجة، أي سباق، أي مباراة، أي حاجة، إما تربح إما تفشل، إما تنجح إما تسقط، هذا الشيء اللي كاين. لكن في الجهاد أش فيه؟ إحدى الحسنين، إن تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. فالمجاهد يربح في كل الأحوال، إما أن يظفر فيعلي الله عز وجل به كلمة الله ويعز أمر الدين وتسترجع أرض المسلمين، وإما أن يقتل فيكون شهيدا، وإما أن يقتل فيكون شهيدا. إذن إحدى الحسنين. لكن الشيطان إنما يبرز ما يريد أن يثبط به أولياء، يعني إذا جاهدت فإنك تقتل، وما يلي القتل أفظع وأفظع. شوف دابا كيف كي يعني أثر على قضية النفس وعلى الإحساس وعلى المشاعر. إذن قال له فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فتنكح المرأة ويقسم المال، والناس كانت عندهم غيره، فإذا علم أن امرأته ستنكح غيره بعده وماله سينتقل إلى غيره، فإن هذا من الدواعي للقعود والتخلف عن جهاد أعداء الله. لذلك أتاه من هذه الطريقة، أتاه من هذه الطريقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فجاهد، فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فمن فعل ذلك، الإشارة تعود على هذه الأمور مجتمعة، يعني من أسلم وهاجر وجاهد وعصى أمر الشيطان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أي أن الله عز وجل أوجب على نفسه أن يدخل الجنة من كان هذا حاله. يعني أي واحد خالف الشيطان واتبع أمر الرحمن سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل جعل على نفسه حقا أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. طبعا هذه أمور قد تعرض للمجاهد، يعني ممكن يتقتل على يد الأعداء ويمكن يغرق في البحر وهو خارج لجهاد أعداء الله، ويمكن أن يسقط من على دابته فتندق عنقه، فأيضا حق على الله عز وجل أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة. إذن لا يضيره ألا يقتل بأيدي الكفار، لو قتل وهو في سبيل الله والله أعلم بمن يقتل في سبيله، لأن هذا الأمر من الأمور الغيبية التي لا يجوز لأحد أن يفتات على الله عز وجل وأن يقول فيها بغير علم، لأن قضية الشهادة صارت الآن مسألة مبتذلة، صارت مسألة مبتذلة، وصار الناس يتنازعون هذه الأمور بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كيبقى بنادم غير كيتكلم وحال فمه، أنا كيبان لي فلان شهيد، أنا كنقول فلان شهيد، من أين لك يا عبد الله؟ وقد كان عمر رضي الله عنه وهو الفاروق الملهم الذي كان يراه الشيطان سالكا فجا فيسلك فجا غير فجه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وافق قوله كلام الله عز وجل في مواضع ذكرها العلماء. هذا عمر رضي الله عنه كان يقول لا تقولوا فلان شهيد بل قولوا فلان في الجنة، لأنك إذا صرحت بأن فلانا بعينه شهيد فإنك تحكم عليه بأنه في الجنة. وعقيدة أهل السنة أننا لا نحكم على أحد بجنة ولا نار، لا نحكم لأحد بجنة ولا نار، وإنما نرجو لمحسنهم ونخاف على مسيئهم، كما قرر ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره. يعني إحنا إيش كنقولوا في المسلمين؟ كنقولوا نرجو له الخير ونخاف على مسيئهم، يعني من كان مسيئا، من كان مقترفا لشيء من الكبائر وللمعاصي نخاف عليه أن يوبقه الله عز وجل وأن يؤاخذه وأن لا يغفر له. لكن أن نحكم للرجل بالشهادة فهذا أمر منهي عنه، والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، وفقه البخاري في تراجمه كما يقول العلماء، الفقه ديال البخاري، البخاري ما شرح كتبا وإنما كان يروي بأسانيده
عن مشايخه وانتقى تلك الأحاديث ووضع لها تراجم هي تدل على فقهه رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. قال: باب لا يقال فلان شهد. وذكر فيه حديث يعني السائب أو ابن السائب لما يعني قتل ذلك الصحابي، فقالت امرأة: هنيئا له الشهادة، أو كما قالت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فكانت تقول: فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا، لا أزكي أحدا بعده أبدا، لأنها كانت ترى منه الخير وترى منه الصلاح وترى منه الاستقامة. فلما شهدت تلك الشهادة نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزم بها، نهاها عن الجزم بها. إذن الشاهد عندي هو أن الشيطان يقعد لابن آدم بأطرقه كلها ويحاول إغواءه. يقول ابن القيم رحمه الله: فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير، على طريق كل خير. لأننا قلنا بأن هذه إنما هي أمثلة ويلحق بها غيرها، فكل من أراد الصلاة جاء الشيطان يثبطه، وكل من أراد الصدقة جاء الشيطان يخوفه الفقر، وهكذا. يعني كل عمل من أعمال البر والخير فإن الشيطان يزهد ابن آدم في ذلك. إذن قال: فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. قال منصور بن مجاهد رحمه الله، قال منصور عن مجاهد رحمه الله: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. يعني كل رفقة مثلا خارجين واحد القافلة تخرج مثلا من الكوفة أو من الشام أو من اليمن، فيها مثلا 1000 إنسان، فإن الشيطان يجهز لهم 1000 من جنوده وأوليائه وحزبه، يرافقونهم حتى يؤزوهم عن دين الله عز وجل ويثبطونهم عن فعل الخيرات. هذا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. فهو بالرصد ولا سيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى منه أولا. يعني الآن حينما يريد المسلم أن يتلو القرآن شرع له أن يستعيذ بالله. لماذا؟ لكي يتحصن من كيد الشيطان، فإن الشيطان يبعده عن آي الله عز وجل وعن تلاوته وعن فهمه وتدبره. دائما الشيطان كتلقاه أولا يريد أن يحول بين العبد وبين التلاوة المجردة، ثم إن غلبه على ذلك فإنه يصده عن التفهم والتدبر، فيكون همه آخر الصورة، كيبقاش كيتدبر المهم كيقرأ. فربما لو سألته عن ورده ما استطاع أن يجيب، يقول لي: واخا أنت قريتي حزب، أش من حزب قريتي؟ يقول لك: والله ما نعرف، المهم أنا راه كنعلم بواحد الخيط، إلا حيدتي الخيط ما نعرفش فين وصلت. لأنه يقرأ دون تدبر، فالشيطان يريد أن يصده. فلو كان مستحضرا لهذه الاستعاذة التي شرعت عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذة لالتجاء إلى الله عز وجل من أجل أن لا يصدك الشيطان عن التلاوة وعن الاستفادة منها. إذن قال رحمه الله: ثم يأخذ في السير، يعني المسافر إذا كان في طريقه، فإنه إن عرض له قاطع طريق فإنه يدفعه ويحاربه ثم يمضي في سيره. إذن قال: فهو بالرصد ولا سيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى منه أولا، ثم يأخذ في السير. كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم اندفع في سيره. سنذكر إن شاء الله تعالى يعني جملة وطرفا من مكايد الشيطان، فنمر على ذلك مرورا يعني سريعا، ثم نذكر مراتب الإغواء والعقبات التي يصد بها الشيطان ابن آدم عن الخيرات. لا شك أن
هذه المكايد التي يكيد بها الشيطان ابن آدم كثيرة، ووسائله في إغواء الناس لا حصر لها ولا عد، وبعضها أشد من بعض. فهو يأكل مع الغافل ويشرب معه ويدخل بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد إذا دخل بيته فلم يذكر الله عز وجل قال الشيطان لأوليائه أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم العشاء والمبيت. حال محدب الشيطان وأصحابه بيتين معه ومعشين معه. لماذا؟ لأنه غفل عن ذكر الله عز وجل على طعامه وعند دخوله بيته، فيأكل مع الغافل ويشرب معه ويدخل بيته ويبيت على خيشومه، يبيت على خيشومه ويدخل مع التثاؤب. لما تثاءب رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ها ها، شحال من واحد كتشوفو كيتشوفو كيقول آه ويحل فمو باكي، لا يضع كفه وإنما أضعها تعليما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا حصل منا التثاؤب أن نضع أكفنا أو طرف كمنا أن نضعه على أفواهنا، لأن العبد إذا قال ها ها فإن الشيطان يدخل. وأيضا الشيطان يتلعب بابن آدم في منامه، انظروا إلى حرصه حتى في منام العبد فإنه لا يتركه، بل يأتيه بالأحلام المزعجة والكوابيس المقلقة يتلعب به في منامه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أو لعله أثر، سأل رجل عن يعني واحد الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له إني رأيت فيما يرى النائم كأن رأسي قطع، فتدحرج فأنا أتبعه. قال ليش الرأس ديالي تقطع وغادي كيتكركب وأنا تابعه؟ قال لا يتحدث الإنسان بتلعب الشيطان به، أو كما قال أو كما قال. وأيضا يوسوس للعبد في طهارته وصلاته، وهذا أمر معروف. فإذا كان الرجل يتوضأ فإنه يأتيه ويوسوس له ويقول له إنك لم تغسل يدك ثلاثا أو لم تغسلها بالكلية، فيعيد الرجل إذا استسلم لوسواس الشيطان، يعني يفسد عليه طهارته ويفسد عليه اغتساله وأيضا يفسد عليه صلاته فيأتيه. وهذا الشيطان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن اسمه خنزب، وأنه يأتي العبد في صلاته فيذكره ما لم يكن يذكر، يذكره ما لم يكن يذكر، كيكون شي حاجة ناسها حتى كيكبر في الصلاة وكيجي كيقول له واش ما عقلتيش اش وقع داك النهار، وهذيك المسألة اللي كانت مضرة لك راه عارف فين كاينه، وكيبقى الإنسان كيتشوش لأنه يريد أن يصرفه عن عبادة الله وأن لا ينتفع بهذه العبادة العظيمة التي الأصل فيها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن إذا كانت بشرائطها وبآدابها ومكملاتها فحينئذ يتم الانتفاع بها. الإنسان من اللي كيصلي وكيستحضر في الصلاة دياله يعني القلب والخشوع وكذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلا يتم انتفاع العبد في صلاته إلا بما عقل منها. أما إذا كان شاردا متفكرا في أمر الدنيا وموسوسا في هذه الأمور فإنه لا ينتفع، والشيطان هذا قصده أن يصد الناس عن عبادة الله وعن الالتفاع بها، ويذكره أيضا بما يلهيه عنها، فيتبع يعني الملهيات والزخارف والزركشات وكذا. ولذلك العلماء يقولون بأنه لا يجوز أن تجعل هذه الأعلام يعني في البسط وفي الجدار وفي غير ذلك، يعني الأمور اللي كتلهي ما خصهاش تكون. شوف دابا الناس المساجد كيف مزوقة والجليج هذا والزرابي مقادين ومزوقين، فكاين الإنسان حينما يصلي فإنه يتتبع تلك النقوش وتلهي عن صلاته. وجاء في حديث يعني هذا جهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه بتلك الأنبجانية جاب لي واحد توب وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا بأنبجانية هذه إلى أبي جهم، يعني هذا التوب هذا الهاني آنفا عن صلاتي، أنهاء الهاني آنفا عن صلاتي. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتخذ مكانا لا يكون فيه شيء يلهي البصر حتى
يعينه ذلك على الخشوع في صلاته. وأيضا يدفع الشيطان المرأة حتى يمر بين يدي المصلي من أجل أن يفسد عليه صلاته. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدفع من يمر بين يدي المصلي، يدفعه المرة تلو المرة، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، لأن الشيطان يؤزه أزاً. وأيضا الشيطان يتخلل صفوف المصلين كما ورد، ويختلس من صلاة العبد بالالتفات. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال: ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس، سارقة، نهب، كيبغي يضيع عليك شي حاجة من صلاتك، كيبقى يديرك وتلتفت. والأصل فيك أنك تقبل على الله عز وجل ولا تصرف بصرك إلا عند التسليم. وأيضا يستحوذ على من لا يقيمون الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان. فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على الجماعة وألا يذروا مكانا للشيطان. وأيضا يعقد على قافية الإنسان إذا نام ثلاث عقد، ويخذله عن القيام للصلاة، يخذله عن قيام الليل، بل قد يخذله عن شهود صلاة الفجر. يعقد عليه ثلاث عقد ويقول: نم، عليك ليل طويل. فإذا ذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الأخرى، وإذا صلى انحلت العقد الثلاث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عداوة الشيطان في عبادة العبد وفي غيرها يعني أكيدة ومختلفة. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل الفأرة على الفتيل فتجره فتحرق على أهل الدار بيتهم. شفت هذيك الفويسقة الفأرة، يدلها الشيطان على الفتيل فتجره حتى يعلق بشيء فتحرق على أهل الدار بيتهم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك النار متقدة عند النوم، فأمر بإخمادها. وأيضا يتخبط الإنسان عند الموت، ولا ينجو من ذلك إلا من ثبته الله عز وجل، كما قال عز وجل: ليثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأيضا من وساوسه أنه يشكك المرأة في ربه حتى يقول له: هذا الله قد خلق الخلق فمن خلق الله، هذا الله قد خلق الخلق فمن خلق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا علاجا لهذا، فقال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، يعني لا يستطرد في تتبع هذه الوساوس، لا يستطرد في تتبع هذه الوساوس، لأنها سبيل إلى الإلحاد وسبيل إلى الكفر عياذا بالله، وهذا أغلى ما يريده الشيطان من ابن آدم. وأيضا الشيطان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، كناية عن مخالطته لابن آدم في كل أعضاء جسمه، لأن الدم يسري في بدن الإنسان جميعه. وهذا جاء في حديث صفية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فجاءته في معتكفه فسامرته ساعة ثم قام ليقلبها، قام ليقلبها يعني خرج معها باش يوصلها للحجرة ديالها، فمر به رجلان فلما رآياه مع المرأة أسرعا. شافوا النبي صلى الله عليه وسلم غادي مع واحد المرأة اللي طبعا كانت متلفعة بمرطها لا تعرف، فلما رآياه أسرعا، غير شافوه ما يزربوا، قال: على رسلكما، إنها صفية. أجيب شوية عليكم، هذه غير صفية، أمكم أم المؤمنين. فتعجب وقال: يعني أونشك فيك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا أو قال شرا فتهلكا. الشيطان غادي
يوسوس لكم يقول لكم هذا هو الرسول ديالكم. هو في الليل غادي مع واحد المرأة، يعلم الله اش كان كيدير معاه. فإذا قذف في قلوبكم شيئا من هذا هلكتما، لأنكما تظنان بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه القاعدة، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأيضا يزين المرأة إذا خرجت في أعين الرجال، إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان، يعني الشيطان يزينها. شو سبحان الله، باش تعرفوا بأن كيد الشيطان في شأن النساء وأنها من أعظم حبائله، تكون المرأة في بيتها وربما كانت عند زوجها ولم تكن عنده ولم يكن لها عنده حظوة، تقدر يكون عايش مع رجلها وقام حملها، يعني غير ما يمجمعن من الوليدات كما تقول، ولكنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، هي نفسها تكون ذميمة ولا تصلح لصالحها، قام ما كتش هي قاع، ولكن إذا خرجت استشرفها الشيطان كيزينها. فيراها الرجل الغريب فيراها أجمل النساء، هذا فعل الشيطان، هذا فعل الشيطان. إذا خرجت المرأة يعني استشرفها الشيطان وزينها في أعين الرجال. وكذلك يهيج الغضب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. الشيطان هو الذي يؤذ الإنسان، كيكون قاع الإنسان شي واحد مهدن فيلقى من الكلام أو من التصرف ما يسوءه فيكظم غيظه، يقول لك ودي دابا هذا خلاص، هذا ما عنده عقل ولا ما عنده مروءة وقد نزل إلى هذه المدارك يعني السافلة، فلا أجاريه في ذلك. وكيجي الشيطان كيقول لي واه تسكت لي أنت، على مالك خايف منه؟ إيوا، فيؤزه على الغضب حتى يغضب وينتصر، ويعني تقوم بينهما يعني الشجار والمخاصمة وكذا وكذا. إذن هذا كله من فعل الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، وقال إذا غضب أحدكم فليتوضأ وإن كان قائما فليقعد. يعني شوف الرحمن سبحانه وتعالى يريد منا أن نبتعد عن أسباب الغضب، والشيطان يريد أن يهيج العبد على الغضب وما يتبعه، إن الغضب ما الذي يتلوه؟ يتلوه الخصام، ويتلوه الضرب، ويتلوه القتل، ويتلوه التطليق، كلام كثير يعني يقع من الغاضب. ثم إذا فتر غضبه يعني أدرك سوء تصرفه وسوء تصرعه عاد من بعد. بس شوف الشيطان، لأنه لا يريد لبني آدم الخير قط، ويدعو دائما إلى العجلة والتأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، دائما هو كيقول لك وزرب قضي الغرض. ففي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تأني وإلى نظر، لكن الشيطان يدعو إلى العجل. وأيضا يسير مع الراكب والراكبين، وهو من الثلاثة أبعد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يسافر الرجل وحده وأن يبيت الرجل وحده. علاش؟ لأن الشيطان يعني يأتيه فيخوفه ويحزنه ويحمله على الوحشة. يعني الإنسان فاش كيكون بوحده ولا كذا كيجي الشيطان كيتسلط عليه وكيبدا يخاف، وهذا وكيبدا يخاف غير من الضل ديالو. فالركب ثلاثة، يعني الإنسان اللي بغى يسافر يسافروا ثلاثة، ولا يبيت الرجل وحده لأن الشيطان ينفرد به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أعطاهم مثال مما يعرفونه، يعني الصحابة كان عندهم رعي الأنعام، والذئب اش كياكل؟ الذئب لا يهجم على القطيع، وإنما يهجم على القاصية من الغنم، قاصية البعيدة، البعيدة يعني هذيك اللي كتخلف، كيمشي القطيع هي كتبقى من هي بشي حاجة فينفرد بها الذئب. كذلك يفعل بابن آدم إذا خلا ولم يكن له حصن ولا ذكر ولا شيء يتحصن به من كيد الشيطان. وأيضا يسترق يعني السمع لإغواء بني آدم، كما هو معلوم بأن الشياطين يسترقون السمع فيأخذون الكلمة من السماء مما أوحى الله عز وجل به، فيلقونها إلى الكهان فيخلطون معها مئة كذبة، فيصدق الكاهن
بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، كل ذلك لإغواء بني آدم. شان مهدبة يمشي عند الكهان والعرافين ويسأله عن أمور الغيب التي لا يعلمها الله إلا الله عز وجل. أش غيوقع لي كذا، وش غدير كذا، وش غادي نجح، وش التجارة فيها الربح، وش كذا. وما هذا إلا مثل ما كان يفعله المشركون من الاستقسام بالأزلام. المشركين كان عندهم الاستقسام بالأزلام، كانت عندهم تلك الأقداح ويأتون أصنامهم وأوثانهم فيستقسمون. كيقول لك ديك كان يعني كما يذكر أهل التفسير في الآية ديال الاستقسام بالأزلام، قال لك يأخذون ثلاثة أقداح، ثلاثة ديال العواد، واحد فيه افعل، واحد فيه لا تفعل، والثالث غفل، واحد ما كتبين فيه والو، فيحركوها ثم يأخذ أحدها فيجد فيه لا تفعل. أوكي يقول لك الآلهة لا ترضى بهذا السفر، هذا السفر سيكون فيه هلكة، فيقعد المسكين ولا يمضي لشأنه، وربما ذاك السفر كان مزيان وكذا ولكنه يطيع الآلهة فيقعد، وإن وجد فيه إفعل فإنه يشد الرحلة ويسافر، وإن وجده غفلا أعاد. هذاك غفل ما محسوبش، هذاك شي عاود من الأول. وهذا يفعله المسلمون اليوم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومع ذلك يأتون العرافين. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الله عز وجل لا يعلم الغيب، كما قال الله عز وجل في كتابه: ولا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. راه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملكا ولا يعلم الغيب وليس عنده خزائن الأرض، هو بشر مثل بقية البشر، لا يعلم إلا ما أوحى الله إليه به فقط. فلذلك المشركون كانوا يأتونه من أجل يعني إفحامه ومن أجل الاستهزاء به، فيقول الرجل تضل دابته أين دابتي، ياك أنت كتقول بأنك رسول إيوا راه ديك النقا ديالي تضرات، يلا فين هي، في أي شعب أجدها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن هؤلاء يعني الأوباش يزعمون أنهم يعلمون الغيب ويجدون على ذلك من يصدقهم. على الأسف، لأن فاش ما كتكونش العقيدة وما كيكونش الفهم الصحيح عن الله عز وجل نجد هذه الظواهر تنتشر وتكثر في بلاد الإسلام، وتيجيو تيخافوا وخدام تيترعب تقول لي يا سيدي، وشوف من التلبيسات كيسموه الفقيه، يقول لي الفقيه وهو عن الفقه بمعزل، ما أبعده عن الفقه وهو يدعي أنه يعلم أمرا استأثر الله عز وجل به، وكيقول لي لا راه غادي يوقع كذا وكذا كذا، وغير دير النية ودير كذا وجيب الذبيحة ودير كذا، ويستغلون يعني الجهلة من المسلمين فيصدقونهم على ذلك. إذن الشيطان يسترق السمع لإغواء بني آدم، ويضر الولد إذا لم يسم أبوه عند الوقاع. ولذلك من الأمور التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الطرائق التي نتحصن بها من كيد الشياطين، وأن الرجل إذا أتى أهله فإنه يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر وكان بينهما ولد لم يضره الشيطان، فالشيطان كي يضر حتى هذاك الصبي. وينخس المولود في جنبه فيصيح إلا ما كان من ابن مريم وأمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من مولود إلا ويعلن الشيطان عداوته له وهو خارج من رحم أمه لتوه. يعني باش شو بين الشيطان ما تيلعبش، أي واحد كيتولد إلا ويأتي الشيطان فينخسه في جنبه، يقول له رد البر أنا معك، أنا راه هو العدو ديالك، تحزم شوية. ينخسه فيصيح الصبي إلا ما كان من ابن مريم وأمه الصديقة. وأيضا يؤذي الصبيان عند فحمة العشاء، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نكف صبياننا حتى تذهب فحمة العشاء، يعني فذاك مع المغرب فإنها ذاك الوقت ديال المغرب كتنتشر الشياطين فيتأذى منها الصبيان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكف صبياننا. ويشارك ابن آدم في متاعه وفي فراشه وفي مسكنه وفي غير ذلك، كاين الإنسان اللي كيبني وكيجعل الفراش الذي لا يعني
يستعمله ويجعل يعني البيت الذي لا يسكنه ولا يبيت فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بيت لك وبيت لأهلك، أو فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك، وما زاد على ذلك فهو للشيطان. قيل بأن الشيطان يسكنه، وقيل بأن ذلك من تسويل الشيطان، لأنه إسراف، بأن الشيطان هو الذي حمل العبد على الإسراف والتوسع في بناء ما لا يسكنه، لأن قضية الإسراف أيضا من الشيطان. والشيطان يحضر البيع، وهو الذي يؤز الناس على الحلف الكاذب، ويؤزهم على الغش وعلى تطفيف الميزان. وشر البقاع الأسواق، وخير البقاع المساجد. إذن هذه كلها أمور يعني مستخلصة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يضع عرشه على الماء، ويرسل سراياه ليفتن الناس، ويدني من أغوى بني آدم. وهذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى. الشيطان يرسل سراياه، يعني كيف يفرق الجنود دياله، اذهبوا إلى جهة كذا واذهبوا إلى جهة كذا، ويأتونه فيقول كل شيطان منهم: ما زلت بفلان حتى قتل صاحبه. فيقول له: لن تصنع شيئا، ما درتي والو. ويقول الآخر: ما زلت به حتى زنى بامرأة. فيقول: ما صنعت شيئا. ويقول الثالث: ما زلت به حتى شرب الخمر. فيقول له: اذهب فلم تصنع شيئا. يوشك أن يتوب الله عليه. فيأتيه الآخر ويقول له: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أهله. فيقول له: نعم أنت، نعم أنت، يعني أنت هو اللي خدمتي هذا النهار هذا. وفي رواية في صحيح مسلم قال: فيأتيه فيلتزمه، يعانقه الخبيث رضا بما صنع، رضا بما صنع. قضية وسوسة الشيطان هذه ثابتة، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه في سورة هي من أعظم سور القرآن، وهي آخر سورة في القرآن، سورة الناس. فالله عز وجل يحثنا على الاستعاذة به سبحانه وتعالى من شر الشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فبين الله عز وجل وسوسته، وبين محلها وأنها في صدور الناس من الجنة والناس، يعني المكلفين. فالوسوسة ثابتة بنص الكتاب ونص السنة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض له الشيء لأن يكون حممة، حممة أي فحما، يعني أن يحترق حتى يصير فحما، أحب إليه من أن يتكلم بذلك. اللي قال لك الإنسان كيجيه واحد الوسواس، واحد الخاطر، وخيط تحرق ويرجع يعني فخرة وما يتكلمش بهذا الكلام لقبحه وشناعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. فكيد الشيطان ضعيف. مهما سمعتم من هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من كيد إبليس، لكن كيد الشيطان ضعيف، لا يقوى إلا على الوسوسة، إنما يأمر حزبه، فمن أطاعه هلك مع الهالك، ومن كان في حصن وفي حرز فإنه لا يصل إليه ولا يقربه. إذن قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني قصارى جهدي أن يوسوس، أن يأتي إلى العبد فيوسوس في صدره. هذه الخواطر كتجي كيقول لي مثلا: دير هذا الشيء، شيء قبيح وديره، أما كاين حتى مشكل غير دير، وهذا الأمر اللي وجبوا عليك الله عز وجل ما كاين مشكل بلا ما تديره، راه الله غفور رحيم، وهكذا كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن الشيطان يوسوس لابن آدم من أجل إفساد عقائدهم، وأيضا يوسوس لهم من أجل إفساد عبادتهم كما ذكرنا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نودي
للصلاة أدبار الشيطان وله درات، يعني يخرج ريحا وصوتا كي لا يسمع الناس النداء، حتى لا يسمع التأذين، ما يسمعش هو التأذين لأنه يتأذى بكلمة التوحيد. فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، عاوتاني من كي يسمع الإقامة يدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر. تفكر هذه القضية، تفكر هذه القضية، أنت دابا كتصلي يوم اللي غتخرج راه وصاتك المرأة باش تشري الديسير، تفكر هذا الشيء، وملي غتخرج غادي تدوز للسوق باش تشري كذا كذا، عندك تنسى، وكيبقى يقول لي واش حال قالت لي واش نشري كيلو ولا ثلاثة ولا أربعة، صافي وكيمشي، مشى هذاك التدبر ديال القرآن وهذاك النظر في ما هو فيه والانشغال بتلك العبادة العظيمة. ولذلك يشكو الناس عدم استفادتهم من الصلاة، لأن الصلاة لابد أن تكون على وجهها المشروع، والله عز وجل لم يأمر بفعل الصلاة فحسب، بل أمر بإقامتها، وإقامتها هي حضور القلب فيها، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. تصور واحد الإنسان كيصلي الصلاة وتسعين في المئة كل ما عنده فيه أجر، يلا 10% ديك شوية اللي كان حاضر هو اللي كيتكتب لي في ديك الصلاة. فلذلك شرعت النوافل من أجل جبر ذلك النقص الذي يكون في الفروض. إذن يذكره ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. على هذا السهو من كيجي؟ السهو يأتي من الشيطان، السهو يأتي من الشيطان. ولذلك أمر المصلي إذا حدث له سهو أن يسجد سجدتين، فإن كان فيها نقص فإن ذلك تمام صلاته، وإن كانت الأخرى كانت ترغيما للشيطان كما جاء في بعض الأحاديث. يعني أنت من كدير هذاك سجود السهو وكتكمل هذيك الصلاة اللي خاصك، قال لك إما أن هذيك الصلاة كملتها مزيان، وإلا كنت زدتي كاع شي حاجة فدوك السجدتين كيكونوا ترغيما للشيطان. ترغيم يعني كأنك تضع وجهه في الرغام، يعني الخيبة والخسران، بحال كتحطيه وجهه في التراب، ما ربحتي والو. أنت تصلي لله عز وجل وجاء ليفسد عليك صلاتك، وأعطاك النبي صلى الله عليه وسلم ما تستنقذ به صلاتك فتصح ويكون لك فيها الأجر إن شاء الله تعالى، فترغم بها الشيطان. أيضا الشيطان ينزغ بين الناس ويحرش بينهم، وقد علمتم أن يوسف عليه السلام الصديق وقع بينه وبين إخوته ما وقع، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في نهايات قصة يوسف عليه السلام، يعني ذكر حكاية عن قول يوسف عليه السلام وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إذن الشيطان نزغ بينه وبين إخوته، يعني طيب يوسف عليه السلام رأى رؤيا وقصها على أبيه، وكان أبوه عالما بأحوال أبنائه، فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني الشيطان سيحملهم على الحسد ويحملهم على الكيد لك. وكذلك كان، فكادوا له وألقوه في غيابة الجب، فكان ما كان من القصة التي تعرفونها. فالشاهد هو أن الشيطان نزغ بينه وبين إخوته. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني الشيطان أيس، يعني كما نقول فقد الأمل، يأس، قانط أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب هي موئل التوحيد، وحتى إذا خرج الدجال فإنه
لا يستطيع دخول مكة ولا المدينة. حتى الدجال الذي هو من أظهر علامات الساعة كما نؤمن بذلك لخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ولكنه لا يدخل مكة ولا المدينة. إذن هذه بلاد التوحيد، فقد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم لم ييأس من التحريش بينهم. إذن هذا الخصومة بين الناس والنزاع بين الناس هذا باق في جزيرة العرب وبين المصلين، بين المسلمين وبين المتقين. يقول النووي رحمه الله: وهذا الحديث من معجزات النبوة، يعني من الآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يخبر من هواه وإنما يخبر بوحي. ومعناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب، لكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتنة ونحوها. يعني وقعت فتن كثيرة وحروب وشحناء وخصومات على الأرض وعلى الملك وعلى غير ذلك، ولكن ليس بهذه الأرض عبادة للشيطان. يعني بقي معنا مراتب الإغواء، ولكن سيطول الوقت بذكرها. يعني هي عقبات، وقد أوصلها ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى إلى سبع عقبات، سبعة ديال العقبات. يعني لابد أن يتجاوزها العبد حتى يسلم. أعظمها الإشراك بالله، الشيطان يريد أن يوقع العبد في الإشراك بالله، فإن نجا من تلك العقبة حمله على الابتداع في دين الله، فإن نجا منها حمله على ارتكاب الكبائر، فإن نجا من ذلك حمله على ارتكاب الصغائر، فإن نجا من ذلك حمله على التوسع في المباحات، فإن نجا من ذلك حمله على التشاغل بالمفضول عن الفاضل. يعني كيقول لي ودير هذا العمل مع أن غيره أحب إلى الله منه، فيشغله بالمفضول عن الفاضل. فإن نجا من ذلك سلط عليه جنوده وأولياءه يعني الضرب والسب والشتم ونحو ذلك. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في مجلس آت إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يجنبنا كيد الشيطان، وأن يجعلنا عبيدا للرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.